الحين الدوري يقول له شنو، لا هو يعرف اللازم يعني، يعرف انه شلون يسوي، يعرف انه اللي ما فهمش تسبيه اي اس اي ار تي هاي نفس موجوده بساتي لازم. طبعا الاي ار تي انه نوت سبيسيفون اي اس تي لقيت انجليز عالي كلش عالي ما في اي ار تي اي اس تي، هذه يعني مشكله بالليفر ضرب قائمه يعني بس سيل دامج زين. طبعا الالبومين احنا قلنا الالبومين سيتس مات وين بالليفر، والهالف لايف مات الالبومين جت 2 ويكس. لذلك اذا بالاكوت ستيج ما تتوقع ان الالبومين كله، لكن بالكرونيك ليفر ديزيز لا الالبومين كله. لذلك من واحده من الاستيجيشن نسويه هو سيرم البومين، باعتبار ان سيرم البومين هو الالبومين سيتس مات بالليفر، والهالف لايف مات 2 ويكس نتوقع بالأكوت ستيج بالأكوت ليفر ديزيز الألبوم نورمال، لكن باللونج ستانك ديزيز أو ليفر يصير لو ألبومين هايبو ألبومين. أيضا فيلوروبين تي اس بي توتال سيرم فيلوروبين واحدة من الانفستيجيشن مالتنا زين. تي اس بي من تسمع عن توتال سيرم فيلوروبين اكو شغلات تعرفها من بعدك، هو البيلوروبين منين طالع؟ البيلوروبين طالع منين؟ ال RBC زين لايسيس بيها والهيموغلوبين الهيم تي ميتابوليزم، فالميتابوليزم اوف هيم يلعب بالهيموغلوبين، الجلوبين يروح يبقى بس الهيم، الهيم مالته هذا الهيم اللي موجود بالهيموغلوبين هو اللي يسوي لك بالهيموغلوبين. ف فروم لايسيس اوف RBC كانت RBC كانت البلد البنرو على كل بشكل عام، الهيم جلوبين يروح للتشوز يبقى بس الهيم، فالميتابوليزم اوف هيم هذا الميتابوليزم مالت الهيم هو اللي يسوي لك بالهرمون، هو اللي يسوي لك بالهرمون. اول شيء من يطلع من الهيم يطلع عندك بنيبرين، بعدين يطلع ان كونجيكيتد بالهرمون، ان كونجيكيتد بالهرمون، الان كونجيكيتد بالهرمون يفتر وين بالبلاط بس شنو؟ ويد البومين، ويد البومين، الالبومين ما يطلع باليورين جيد، فذاك ال unconjugated bilirubin أو indirect bilirubin ما يطلع باليورين، لأنه indirect bilirubin عادة يصير البوم ما تطلع البومين، فما يطلع باليورين زين. شو يسوي الليفر؟ يأخذ ال indirect bilirubin زين يسويه conjugation، conjugation، فما يصير conjugation عشان conjugated bilirubin. الإنزيم المسؤول عليه conjugated هو glucuronyl transferase زين. يطلع conjugated bilirubin اللي هو يسموه direct bilirubin. فبالبداية قبل ما يصير conjugation يسموه indirect يفتروا الالبومين ما يطلع باليورين، بعدين ياخذ الليفر اكسب الليفر، بعدين يسوي conjugation، ما يسوي conjugation راح يصير conjugated bilirubin. conjugated bilirubin هو يطلع باليورين، يطلع باليورين. فنورمالي شو يصير؟ يطلع بالبايل يروح الضربة الدم، الضربة الدم يطلع يروح للسمول انتستين زين الدودنم، بعدين يروح للكولون، بالكولون يصير يعني شغلتين، اكو يطلع يبقى الستول فيصير سيرجو بيلورنجين، واكو يصير ري ابزوربشن عن طريق البلد يطلع بالكيني عن طريق بشكل يورو بيلورنجين زين. فمن تسمع على توتال سيرم بيلورنجين واحده من التست نستعمل بالليفر هو توتال سيرم بيلورنجين. توتال سيرم بيلورنجين البيلورنجين بشكل عام الاساس مالته روم سيرم هو الهيم، هيم ميتابوليزم من الهيم، من الهيم بعدين في من الهيم يطلع الاندايركت بيلوروبين أو الانكونجيجيتي بيلوروبين، هذا عادة باوند تو الالبومين نات باسيبان جيد. الليفر شو راح يسوي؟ إذا أخذ أبتيك للانكونجيجيتي بيلوروبين فيسوي كونجيجيتي بيلوروبين، من يطلع كونجيجيتي بيلوروبين يروح ويا الباير للخمر باير داك، بعدين سي بي دي، بعدين يروح للسمول انتستين، بعدين يروح للارج انتستين. باللارج انتستين عندك شغلتين، اكو ناس يطلع بالستول بشكل يسموه ستيل بيلونوجين، اكو لا يصير ابزوربشن من عنده يروح لليورين يطلع للكدني يطلع ويا اليورين بشكل يورو بيلونوجين زين. فالتوتال سيرم بيلورمين اس تيست يوز فور ليفر فانكشن تيست. هنا هذه الصورة شنو؟ البيلوروبين انكونجيكيتد اللي جاي من الحين ياخذ الليفر، الليفر يطلع بيلوروبين كونجيكيتد يخلي ويا البايل يروح السمول انتستين بعدين الكولون، بالكولون جزء من عنده يطلع سيركوبيلوجين، وفي قليل يصير ابسوشن من عنده يطلع باليورين على شكل يورو بيلوجين. هسه اخذنا الاي ال تي، اخذنا الاي اس تي، اخذنا توتال سيرم بيلوروبين، واخذنا الالبومين، هذه تيست اوف ليفر فانكشن.
اكو شيء بعد اسمه الكالين فوسفاتاز تيست والجاما جلوتامين جلوتامين ترانسفيرز جي تي. الالكالين فوسفاتاز انزيم وايدلي ديستريبيوتد يعني مو بس في الليفر، تلقاه بالبون، تلقاه بالبلاسنتا جيد. لذلك واحده من مشاكلنا مرات وايد بريجنت اشوف بريجنت يجي الالكالين فوسفاتاز مالته كلش عالي. ليش؟ بيكوز اوف بلاسنتا. ايضا الالكالين فوسفاتاز عالي وين؟ بال يعني دول الجماعات الجراوينج اللي يكبرون هذا هم تلقى الالكالين فوسفاتاز مالته عالي. الالكالين فوسفاتاز مو سبيسيفيك للليفر، موجوده بالليفر بس موجوده ان اذر بارت اوف اوف بادي. بالليفر لوكيتد ان سيل مبارين اوف هيباتيك سانسايد اند بلوري كانوكلي. لذلك الالكالين فوسفاتاز يزيد وين من اكو فيت اوبستراكشن، من عندك بلوري اوبستراكشن الالكالين فوسفاتاز يزيد. زين الليفر ريز ان اكسترا انترا بلوري اوبستراكشن اند سانسايد اوبستراكشن. زين بينما الـ ALT-AAC الـ increment مالته وين يصير أكثر شيء؟ بالهيباتي بلوري بالهيباتي برانكامر ديزيز يعني بالهيباتي سيلر ديزيز. إذا هيباتي سيلر ديزيز مينلي فالـ ALT-AAC يزيد، لكن إذا كان عندك بلوري أوبستراكشن فالـ الكالين فوسفاتاز هو اللي يزيد والجي جي تي هم يزيد. زين الجي جي تي هو مايكروسوم انزيم بريزنت ان ماني سيلز اند تيشو اند بودي ذا هايست كونسنتريشن موجود ان ليفر. از ريليتد اليفيشن بالجي جي تي بيصير اكثر شيء من جماعه الدراج ديوسر اكولات او دراجز من ضمن الكحول واكو الانتي ابليبتيك دراجز ممكن زيد بس الجي جي تي بيزيد لك بس بس. نرجع هاله الحكايه انه اذا كان عندك الليفر فانكشن تيست سويت ليفر فانكشن تيست لقيت الانكريمنت في الاي اس تي ار شويه مودل لكن هايست انكريمنت بالكالين فوسفاتاز بالجي جي تي هذا بيلاري اوبستراكشن. لكن اذا لقيت الانكريمنت في الاي اس تي اي ار تي هاير كلش مارك انكريس بالاي اس تي ار تي ويز مودست انكريس بالجي جي تي اند الكالين فوسفاتاز هذا الهيباتيتس هذا يعني هيباتيتس سيلر ديزيز. اذا لقيت الانكريمنت اكثر شيء بس بالجي جي تي فهاي كودراك انزيم ديوسر انزيم او الكحول نفسه ممكن يزيد بس الجي جي تي هذا مهم. فاذا سويت ليفر فانكشن تيست يا بابا ولقيت ليفر فانكشن تيست انكريمنت مالتك عندك ميلي بالجي جي تي والالكالين فوسفاتاز هذا بيلوري اوبستراكشن ستون كان ستركتشر ما نقدر نسوي معه. اذا لقيت الانكريمنت بالانزيم اي تي والاي ال تي وذ مودست انكريز بالجي جي تي والالكالين فوسفاتاز هذا ستروكر هيباتيتس يعني مثلا فايرال انفكشن نكروسيس بالليفر. اذا كان الكلمه ميلي بس جي جي تي هذا نورمال هذا نورمال هاي دراج اندوس من ضمن الكحول. ايضا احنا قلنا ما دام هو يصنع كروسنج فاكتور لذلك احنا نستعمله الكلوتينج بروسنج تايم بالدياجنوزيس اوف ليفر ديزيز تشينج ان بروتروبين تايم اكوريتلي كوكلي following liver damage. Increase in VT level indicates severe liver damage. يعني prognosis. يعني VT يستعمل كبروجنوستيك تيست liver disease. Chronic VT احنا هم اكو هنا اكو فد هذا احنا قلنا من الشباب من absorption مالت الليفر يحتاج لك انت هذا احنا حكينا من absorption مالت الليفر من الزوج مالت الليبيد قلنا هذا الليفر يطلع البايل اسيد اذا مهم رول طبعا ست رول بالزوج مالت الليبيد زين الليبيد هو عندك اكو فيتامين ليبيد سولبل ليبيد اللي هو الاي الاي والدي والكي زين اذا صار عندك زين هذا شو حيصير؟ يجيك بايل اسيد زين بالبيري حتى يصير ابزورشن مالت الليبل. اذا صار عندك ابزورشن بالبايل بالبيري بايل بيري سيستم يعني مثلا ناس فد ستونز زين او فد ستونز او فد ميجنسي صار ابزورشن بايل شنو؟ ما راح يوصل للسمارت سيستم. شنو بعد؟ ما راح يصير ابزورشن مالت السمارت فات وبعد ما يصير ابزورشن الفيتامينز سولبل فات سولبل فيتامينز اللي هو فيتامين اي والدي والاي والكي ما تبي ابزوربشن. هذا البيشنت تلقاه برونوك بي تي بس ما تعطيه فيتامين كي
تتعدل بي تي 1. نفس الوقت اكو ملاحظه ثانيه، الليفر نفسه هو يسوي سنثيسيس اوف بروتين فاكتور صح؟ زين اذا صار ليفر ديزيز شو راح يصير؟ ديفيشنسي اوف بروتين فاكتور، شو راح يجيك المريض؟ برونك بي تي. هذا الطريق فيتامين كي يتعدل؟ لا ما يتعدل. فاذا جاك واحد برونك بي تي وضغط فيتامين كي وتعدلت البي تي مالته، يعني هذا لانه اكو سكيم وين بالبي سيستم مدى يوصل ما يصير، وهذا مأثر على فيتامين كي ابسوربشن. اذا لا برونك بي تي اثر برونك بي تي تان مطاطه فيتامين كي ما صار كوركشن، نتوقع انه المشكله وين؟ شبات سيلر دمج. لذلك يقول لك ان انكريز البي تي ليفل انك ليفل هذا برونك بي تي ليفل كانت كوركت باي فيتامين كي انديكيتد بيشن افركام ديزيز، ولكن عشان اثر كوركشن فهذا بيدر ديزيز. زين اميور ديست طبعا واحده من المشاكل اللي بر اكو اسميو ليفر ديزيز. هذا الانتي بودي احنا نلزم مرات بالكرونيك ليفر ديزيز تشيك سكرين نلزم اي ان اي وانتي سبوت مثلا انتي بودي والليفر كيدي مايكروسوم انتي بودي، فهذه واحده من التيستات نستعملها بالليفر ديزيز. الاليفيشن سيرم اميونوجلوبين ما يديكيت اوتو ميون ديزيز. اوكي ماشي. اليفيت اي جي جي اي يصير بالالكوليك ليفر ديزيز وبالنان الكوليك فاتال ليفر ديزيز. اكو تيست من ضمن التيستات احنا الليفر مش تيست، حكينا على الاي سي اي تي، حكينا على الالبومين، حكينا على البي تي، حكينا على الكلام فوستيز، حكينا على الجي جي تي، وايضا اكو رول للاميونولوجيكال تيست باعتبار واحده من الكوز اوف كرونيك ليفر ديزيز هو اوتو ليفر ديزيز. وهذه التيستات الموجوده هو الاي ان اي ديزيز وتسمول ماسل انتي بودي وليفر دي مايكروسوم انتي بودي. امج ال استعمل اعطى صان استعمل سي تي تستعمل ام ار اي ام ار سي دي اي ار سي دي بايوبسي كل الارتيوغرافي فينوغرافي اندوسكوب ولابروسكوب كل اللي ممكن تستخدمه في انفستيجيشن بالليفر ديزيز. ثانك يو. شبابنا سعيد محاضرة، شبابنا سعيد محاضرة قصيرة قصيرة عليه فاللي عنده سؤال خلصت شحن مو؟ حكينا شغلات مهمة سهلة عن الليفر، حكينا على الفانكشن مال الليفر العلاقة بالميتابوليزم كاربوهيدرات ميتابوليزم العلاقة بالليبيد ميتابوليزم العلاقة بالامانو اسيد ميتابوليزم، قلنا الالبومين سنتز مال الليفر، فلكن اذا البيشنت كان عنده ليفر ديزيز بالاكيوت ستيج الالبومين يبقى نورمال، لكن لو ديزيز اوف ليفر يصير عندك هايبو البومين. قلنا انه العلاقه بالكربوهيدرات لذلك واحده من مشاكل الاكيوت ليفر فيلر يصير عندك هايبو بلاسيميا لانه يسوي اكيوجيناليسيس يسوي كلوروجينيسيس بالليفر. وحكينا عن الليبيد ابزوربشن باعتبار الاسيد يطلع من الليفر يروح عن طريق من الليفر طبعا البالاسيد هو اثنين كوليسترول نفس الكوليسترول يتحول لبالاسيد عن طريق الليفر، وبعدين يسوي سكريشن مال البايلوسيد عن طريق البايل يروح للسمارتسن يسوي ابزوربشن مال الليفر. اذا ما عندك بايلوسيد راح يصير عندك مشكله بالابزوربشن مال الليفر. هاي حكينا عنه، حكينا عن الالكتروتين فاكتور قلنا سادس مال الالكتروتين فاكتور عاده بالليفر، وقلنا البي تي يستعمل بالدايجنوزيس اوف ليفر ديزيز، وقلنا العلاقه بالكلوروبين والبايل ستورج اوف فيتامينز، قلنا الستورج مال الفوليك يكون لو لذلك البيشن من السهوله يصير عندنا فوليك اسيد ديفيشنسي، لكن البي 12 فيتامين الستورج مالته بالليفر كلش هواي يحتاج يكفيك فور ييرز. زين وحكينا عن التيستات قلنا الاي ال تي اي تي، قلنا هذا الانزيمز موجوده بالسايتوبلازم مالت الليفر، قلنا الاي ال تي مور سبيسيفيك فورم اي اس سي، وقلنا انه اذا كان انكريز هاي انكريز بالاي ال تي اي اس سي فهذا هيباتوسيلر ديزيز. وحكينا وراها عن الالبومين، قلنا الالبومين يكون سافز ماتا بالليفر، وقلنا الالبومين هارفات ماتا 2 ويكس، نتوقع بالاكيوت ستيج بالاكيوت ليفر ديزيز الالبومين يبقى نورمال،
لكن اذا لونج ستاندنج ديزيز يصير عندك البومين. وحكينا وراها عن الفيلوروبين وقلنا الفيلوروبين بشكل عام السنتسيس مالته عن فروم هيم، الهيم نفسه من الهيموجلوبين يسوي لك الفيلوروبين. في البدايه الفيلوروبين يكون انت عندك الفيلوروبين وبعدين البوند الالبومين يصير ابتيك اندايركت فيلوروبين من الليبر، الليبر يسوي كونكيشن للفيلوروبين ويطلع ويا الفايل يروح للسمارت تسين يطلع من الاستول على بشكل السيركو بلينوجي وشوي من عنده يصير رئيسي من البات ويروح للكدني وباليورين على بشكل يورو بلينوجي. هذا حكينا على الفيلوروبين. حكينا عن انه اكو انزام ثاني الاي ال تي والجي تي. من الاي ال تي مو بس الليبر موجود، موجود بالبون بالبلاسيتا وموجود بالانتستين الالكالف ستريس زين عيني يفيدنا انه اذا صار انكريز هاي انكريز بالالكالف ستريس وديجيتي انه مش عنده بلوري ديزيز انترا ان اكسترا انترا بلوري اوبسشنز والساسات اوبسشنز بالالكالف ستريس. قلنا وراها جيجيتي ايضا يفيدنا بالبلوري اوبسشن. وقلنا اكو ملاحظة اذا لقيت المريض isolated increase بالجي جي تي بس الجي جي تي ما تصاعد فهذا drug induced او alcoholic induced. هاي الصورة لا تنساها ابد بالليبر فانكشن تيست. اذا كان التيست ما تكشفه الاي اس تي والاي ال تي انكريمنت مالته موديست قليل ولكن مو هاي انكريز مارك انكريز بالجي جي تي مارك انكريز بالالكوليك هذا بالري اوبسشن. لكن اذا لقيت معقوله الصورة الانكريمنت مي اي اس تي ال تي والموديست انكريز بالجي جي تي وبالالكوليك تيست هذا هيباتيتس هيباتيتس يعني ديزيز اوف هيباسيلر. واذا لقيت بس ديزايد هذا اما دراك او الكول. وراها حكينا على الكوبليشن تات قلنا البي تي برونوم والبي تي العلاقه بالبروجنوسيس. وقلنا اكو شغله تسويها اذا جاك مريض ليفر ديزيز معطيتك فيتامين كي اذا فيتامين كي عند البي تي فهذا اكو عندك اوبستركشن بالبيلاري. لكن اذا ما صار تعديل ما صار كوركشن بالبي تي بعد طريق فيتامين كي يدل انه الديزيز از هيباتوسيلر ديزيز. وخدنا حكينا عن ميون تيست. ميون تيست هذه قلنا واحده من الكوز اوف كرونيك ليبر ديزيز واوتو ميون ليبر ديزيز. فلكن احنا مرات اذا كان بيشن كرونيك ليبر ديزيز واحده من التستات الاوتو انتيبودي اللي هي الاي اللي اسمه بس انتيبودي ليبر كيدني مالت رسم انتيبودي يستعمل بالدايجنوز اوف اوتو ميون ديزيز. وحكينا وراها عن الايمج ايضا الاتوب ماجز كل الايمج ممكن تستخدم بالدايجنوز اوف ديزيز اوف ليبر. بل عندي سؤال شباب تفضل دكتور. السؤال يعني دكتور توتال ذا سيرم بالروبين يستبي الكونجيكيتد ولا الانكونجيكيتد؟ التوتال يعني الاندايركت والاندايركت الكونجيكيتد والانكونجيكيتد. دكتور التيست يا وين يعني يحسبها؟ يا من اذن دكتور التيست يحسب الدايركت ولا الاندايركت؟ التي اس بي احنا اذا كتبت تي اس بي يعطيك التوتال دايركت والاندايركت. واذا قلت لا اريد فراكشنيشن اريد اندايركت جد ودايركت جد يعطيك دايركت جد. احنا حسب الريكوست مالتك اذا طلبت تي اس بي توتال سيرم بلوروبين راح يعطيك الاندايركت والدايركت. لكن اذا انت طلبت قلت له تي اس بي وعلامت وياهن سهمين دايركت جد واندايركت جد حطيك جد اندايركت ويعطيك جد اندايركت. تمام شكرا دكتور. ماشي بعد اكو سؤال شباب نعني سهمين درجة جد درجة حطيك جد درجة حطيك جد درجة. تمام شكرا دكتور. ماشي بعد اكو سؤال شباب نعني شبابنا يعني ما عندك سؤال حتى نروح للمحاضرة الثانية. دكتور بالكرونيك ليفر فيلير الاي اس كرونيك ليفر تي شلون يصير يعني الليفر فاهم بشكل عام احنا هذا موجود بالساتبلازمات الليفر بالساتبلازمات الليفر سيرس. فانت اذا عشان ديزيز مالتك برانكامل ليفر ديزيز يعني بالبرانكامل بالليفر هذا يصير انكريمنت مالته عالي وهذا يصير انكريمنت مالته بارز. لكن اذا كان المشكله بالياري يعني مثلا شون موجود او ستركتشر او كارسينوما بتاعت البلياري فيكون انكريمنت موديس هنا لكن هاي انكريز بالجي جي تي والاكرافسيس الى تخصص ايش يعني. لا دكتور قصدي بالكرونيك ستيج بالادريفي هن بالاي اس تي يبقى كلش قوي. ها هذا بالملاحظه بالمحاضره اللي وراها اكو جي يسوي موديس انكريز بالاي اس ال تي واكو لا. طبعا هو دائما خلي بالكم ان الاي ال تي والاي اس تي كلش عاليات تركب البارل فاشن اللي من بتاعت الاي
فكر بالباراسيتوكسيتي وفكر بالاسكيميك ليفر ديزيز يوجوالي اذا كان من الف قبل الف، لكن اذروايز يكون اقل من عندها. طبعا بالمحاضره وراها اكو جدول نشوفه ونقراه ونحكي عنه، بس اهم شيء انت لازم تعرف من شوف ليفر فانكشن تيست مات اذا كان الانكيمات مات الاي اس تي بدايه كلش عاليه ومودس انكريز بيجي بالاكروفيسس هذا هيباتيت سيلر ديزيز، يعني فد مثلا دراج تكشي فاب ليفر او دراج اثر على ليفر او سكيم من ليفر يعني صار كروس بالليفر. لا كان لا الانكريمنت اكثر شيء بيجي بالاكروفيسس فتوقع انه اكو كثير بالميري. هذا شيء فيك تسوي له ايمج التراسون مثلا، تسوي سي تي، تسوي ام ار اي، ام ار سي بي حتى تشوف شنو اكو مشكله بالميري ولا لا. اذا اكو مشكله تحل الموضوع، هاي مهمه انه تعرف شنو الفرق وين المشكله. بعد شباب نقصوها البايلس ذاك اليوم حكينا عنه، احد الزملاء احنا الاطباء سالني على البايلس شبابنا، هاي البايلس حكينا عنه شلون يسوي دايريك نوتر دياري وممكن يسوي ستاري. البايلس يطلع من الليبر من الكوليسترول اصلا، والكوليسترول هذا الكوليسترول يصنع لك البايلس من الليبر بالليبر نفسه، فيطلع بايلس. البالانس مهم بالابزوربشن ليبت، ورا ما يخلص ابزوربشن ليبت ري ابزوربشن العمليه اسمها تيرو هيباتيك سيركوليشن بالاليام. فاذا صار عندك مشكله وبس ما صار ابزوربشن راح يسوي ووتر دايريا، واذا صار عندك البول ما تبالانس كلش قل ما عندك بالانس قليل فراح يصير عندك بول ابزوربشن اوف ليبت فيصير عندك سياتوريا يعني ليبت ستول فات ستول. اكو سؤال يا شباب بعد شباب ناعمين الليبر واضح هاي فانكشن الليبر فانكشن تيست اي ال ALT to AST ratio دكتور شلون نستخدمه بال diagnosis of the cause of liver inflammation؟ ال هو ال هذه اكثر شيء طبعا تدري انت ال ALT انكلمات اكثر من ال AST، هاي واحدة يعني انكلمات ال ALT بالليبر ديزيز اكثر من AST، بس اكو اختص اكو استثناءات من ضمن الاستثناء هو الليبر الكوليك ليبر ديزيز. فاذا جاك مريض بيجي عنده هيباتيتس يعني هيباتيتس بالسيلور ديزيز وشفت ال AST انكلمات اكثر من ال ALT فهذا يعني يدل بين قوسين هذا الكوليك ليبر ديزيز. زين الراتيو يقول لك اذا الراتيو يوجوالي اذا صار اكثر من واحد فك الكوليك، واذا اكثر من اثنين هذا يعني الكوليك، واذا اكثر من ثلاثه الراتيو بين الاي اس تي الاي اس تي اكثر من ثلاثه هذا كونفيرم الكوليك ديزيز. وصلت الفكره؟ فالعاده الانكلمات اكثر شيء بالاي اس تي، لكن اذا صار الانكلمات بالاي اس تي اكثر من الاي اس تي فتفكر بالفاتي ليفر وتفكر بالالكوليزم. الالكوليك كلش مهم الواجب مرضى ديني الكوليك انتيك فشو نسوي الليبر فانكشن بالليبر فانكشن تيست اشوف الاي اس تي زياده ما اكثر من الاي اس تي، فاذا شفت زياده اكثر من الاي اس تي اسوي ريشيو، ريشيو اذا عبط اثنين فهذا الكوليك بوزيتيف. وصلت الفكره؟ شكرا. اي وصلت شكرا. مع شبابنا اكو سؤال؟ دكتور اكو مره وضحت لنا على سالفه ما تفصل النت وما ادري اذا سالك عليها او لا، سالفه انه قلت لنا اذا نقدر نقسم الاي اس تي على الاي ال تي وتطلع لنا فد نسبه اكثر من واحد او اقل من واحد، ف له فد كلينيكال سيجنيفيكانس يعني، بس ما ذكر شنو هذه الاي اس تي هي يعني هي المحاضره اليوم انتروداكشن، لكن الريشيو احنا دائما نخليه عاده الاي ال تي اكثر من الاي اس تي، فالمفروض الاي ال تي اكثر من الاي اس تي. اذا صار اذا سويت ريشيو الاي اس تي ال تي وصار اكثر من واحد عندك خيارات اللي بالك اثنان تروح للكوليك ليفر ديزيز وتروح للفاتي ليفر. الاي اس تي اكثر من الاي ال تي اذا كان الريشيو اكثر من واحد تفكر بهن، بس اذا كان الريشيو بين الاي اس تي الى الاي ال تي اكثر من اثنين فهذا الكوليك ليفر ديزيز. ماشي سيستم دكتور ماشي. ان شاء الله بناخذ الكوليك ونحكي عنه. بعد شباب ناخذ سؤال. اي عندي سؤال يا شباب تفضل عندي.
المهم ان الموضوع انه انتم يعني تعرف شنو التيست نسوي وشنو الاي اس سي وشنو الاي ار تي وشنو الكانفس تيست وشنو الجي جي تي وين يزيد وين يقلن والبي تي شنو الرول مالته وشلون تسوي بالبي تي شلون يفيدك بالدبريشن انه هذا مشكله عندك بيلري اوبسيشن مشكله بالليبر برانكايما وهذا يعني دنيش مهمات انه تعرفين حتى كبيزكلي بالليبر.